الشاكرية أكلتي المفضلة مثلا بالحياة. طيبة. وأنا كمان قلت لك عندي مشكلة بطبخ اللحمة، بحسها ما بتطلع معي طيبة، مش مثل ماما يعني بتطلع طيبة بس مش مثل ما بتطلع هيك مستوية. أنا بخاف من طنجرة البخار كتير، بس لأقول لك شغلة، فبخاف إني استعملها. أخواتي كلهم بيستعملوها، أنا لا، حتى ماما. فأنا زوجي علمني إني أطبخها، في عنا هيك طنجرة بسميها الطنجرة السحرية، بتطبخ كل شيء بس على الكهرباء. اوكي عرفتها. فانا بحس انه هي اسهل اني اطبخها. صرت بحط اللحمه مثلا شيء 4 أو 5 ساعات جواتها، ولا اني استعمل طنجره ضغط معقده منها، ما بعرف ليش، مع اني ما استخدمتها بحياتي، بس شكلها بخوفني. يمكن الصوت اللي بتعمله. هلا اول شيء عادل قال لي انه انا لازم انه احط النار ميديوم. اوكي، فانا رح شغل الميديوم هون. هات يعني يساعدك. اوكي، هيدا هو المفروض بس اذا قليتيه على هيدي النار الميديوم رح تطلع مي كتير. انت بتعرفي طبعا الميني. اوكي، ولع النار القاسيه. القاسيه قال القويه. وبعدين بتستوى على مهل صح؟ شوفي اللحم الفيليه لما تجيبيه ضروري ضروري انه تطبخيه بمقليه كتير واسعه. أوكي. على نار كتير عاليه وكميه كتير قليله بقلب المقليه. ما انا هي هي دائما مشكلتي، ما لازم يطلع مي. اذا ما سلقته سلق، انا اليوم ما راح اسلقها لانه انا بالعاده بقليها نص قليه وبعدين بسلقها شي ساعتين لحتى تصير نيفه مثل هلا. هيدي فيليه ولا بفتيك؟ اوكي طيب ماشي، خليني انا افحصها. انا حافحصها دكتوره حكيم عيون. انا دكتوره اللحمه. لا مش لهالدرجه، بس انه شوفي شو بتعملي. تمسكي قطعه اللحمه بايدك وبتكبسي. لا هيدي قاسيه، هيدي بدها طبخ وبدها غلي، لان شايفه عم بشد فيها ما عم تفصل من جوا، ما عم بخزقها، ما عم بقدر اخزقها، عرفتي؟ فهيدي من اللي بدها ضغط او بدها وقت طويل لحتى تستوي. طيب هلا بنحطها. انا اوريدي حاطه لها زيت. اوكي، وبهار. لحظه انطري لتحمل مقليه على الاخر يعني تصير كتير سخنه. حميت اي يلا حطي. هيدا الصوت اللي بدنا نسمعه. انا اللي كنت عم بشرح لك عنها هي لحمه الفيليه. الفيليه لازم المقليه تكون كتير كبيره على نار كتير عاليه، بتعطيها دقيقتين ثلاثه بس على كل جهه وبتشيليها. اكيد حسب انت اذا بتحبي من جوا تكون بعد فيها شوية أحمر. لا هاي لازم تنطبخ طبخ تماما، يعني هيدي بفتيك. أيه. مش فيليه. هلأ أنا ما بعرف شو الفرق بين التنتين، بس هلأ أنتي علمتيني. بدك نعمل شي عبال ما نقلي اللحمة؟ أنا لبين ما قلي اللحمة رح أعمل الرز. الرز هو أسهل شي، ويقال أني أشطر وحدة بالرز بالعيلة. يا سلام، يعني اليوم حناكل رز نمبر 1. يعني بعمله مثل الجاتوب. أنا كمان قلت لك ما عندي عيارات، وهي هي طنجرة الرز عندي. كل الطناجر الجداد اللي بجيبهم أنا برجع لهي. أوكي. تحديدا للرز ما بعرف ليش، بس بحس أنه بتضبط فيها أكثر. ما هي خلص الواحد لما يتعود عشان